لما تفتي في شغلك لازم تبقى دي النتيجة. ببساطة كيروش عمل كل الفتي الممكن النهاردة في التشكيل، في التكتيك، في الخطة، في كل حاجة، في أماكن اللعيبة، مراكزهم، كل حاجة فتى فيها. فبالتالي نتج عن الفتي ده الشكل اللي احنا شفناه خلال الساعتين الا ربع اللي اتفرجنا على واحد من أسوأ مباريات المنتخب المصري في تاريخه. تقريبا دي واحدة من أسوأ الماتشات اللي شفتها المنتخب مصر، يعني من ساعة ما الواحد وعي على الكورة سنة 86 بصراحة. يعني مباراة سيئة، كل حاجة فيها غلط، معين ببساطة، موضوع بسيط، موضوع مش احنا بنتكلمش في فيزياء ولا يعني كيمياء ولا حاجة يعني من عالم وراء البحار. موضوع بسيط جدا جدا، انك تحط الناس في مراكزها وتحط الناس في اماكنها وتخليهم يطلعوا الشغل اللي بيطلعوه مع انديتهم. النهارده كيروش عمل كل حاجة غلط. وتاني انا بصراحة مش هقدر اصدم اللعيبة، اكيد طبعا اول حاجة اللي شوفنا بداية المباراة اول 10 دقايق اصابة واضح انها قوية لأكرم توفيق اللي بندعي له وربنا يعني ان شاء الله يشفيه وتبقى بسيطة، لان شكل الاصابة شكلها وحش لان هو مسك ركبته من الجنب، وان شاء الله باذن الله باذن الله تبقى مجرد بس جزع في الرباط الداخلي او حاجة زي كده، تبقى حاجة ان شاء الله باذن الله باذن الله بسيطة. تغيير مبكر واضطرار للمنتخب المصري ملوش دعوة خالص ببقية الماتش، عشان بس ما حدش يطلع ان يعني اصابة اكرم توفيق هي المبرر للمنظر اللي احنا شفناه، ومحمد عبد المنعم لعيب صغير واول مرة يلعب ماتش دولي ونخش بقى ايه في السكة دي. لا، الشكل اللي احنا شفناه ده نتيجة الشغل السيء للمدير الفني السيء اللي قاعد على دكة البدلاء واللي واضح ان هو مش فاهم اي حاجة في الفرقة دي، معهوش اي اوراق، ما اشتغلش صح، ما جمعش معلومات، ما قراش قدرات فرقته، وبدأ يتعامل انا كيروش المساعد السابق لأليكس فيرجسون، انا كيروش اللي كنت ماسك ريال مدريد، مع انها طبعا كانت الموسم لكيروش مسك في ريال مدريد كان موسم فاشل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهو نفسه قابل انه زي ما قلت لكم في اللايف قبل المباراة ان هو يرجع مساعد فيرجسون. طيب ايه المشكلة؟ ايه الازمة؟ ليه المنتخب ظهر بالمظهر السيء ده؟ محمد صلاح نجمنا الكبير النهاردة واحدة برضو من مبارياته القليلة مع منتخب مصر، ليه كل ده حصل؟ تعالوا مع بعض نشرح مع بعض على البورد ايه اللي حصل. زي ما قلت لكم لو تفتكروا كانوا معانا قبل الماتش قلت لكم نيجيريا هتعمل في البداية هتبدأ تلعبنا بي هاي لاين ديفنس، مش هيلعبوا زون. ليه؟ هم عارفين اسلوبنا. ببساطة نيجيريا بدأ لعبته تقف بشكل متقدم ويعملوا لنا كيكينج اوت وبوكسينج اوت من منطقتهم تماما، وبدأوا يضغطونا وبدأوا يعني يضغطوا على حامل الكرة لأي لاعب في منتخب مصر من نص ملعبنا. هنا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بتبقى مجبر على اللعب في ال 20 متر او ال 30 متر دول اللي في نص الملعب، ده فاضي وده فاضي، انت معاك الكرة. بس هنا السؤال، لو انت مش متدرب ازاي تطلع بالكرة كويس قدام فريق بيلعب بيه خط دفاع عالي؟ ببساطة هتبقى مجبر انك تلعب اللعبة التقليدية الفاشلة القديمة وهي البالونات، الكرة البالونة. بدأنا غصب عننا نبدأ نلعب الكرات البالونية من ورا لقدام بشكل يعني نمطي، بشكل ساذج، بشكل خلى المنتخب النيجيري يبقى مرتاح تماما في عملية الدفاع ومبقاش في اي مساحة ضغط او تعب ليهم. الناس واقفة، حتى حارس نيجيريا ما شفناهوش، ما عندناش تقريبا في الشوط الاول ولا فرصه، هو بس اختراق لمصطفى محمد. البدايه شفنا مصطفى محمد واقف في قلب الملعب ومحمد صلاح واقف على اليمين زي ما الدنيا الطبيعيه كل حاجه. بالظبط بعد 5 دقائق لقينا في تشفيته غريبه، محمد صلاح بيخش هو في العمق ومصطفى محمد بيطلع على الطرف. طيب ده متاح انه يحصل؟ متاح، ممكن، ليه لا؟ ساعات بيحصل ان التلاته اللي قدام بيغيروا مراكزهم كنوع من انواع الخداع الاستراتيجي، وانك ما تخليش المدافع يبقى فاهم ستايل المهاجم بيلعب عليه، ساعات بيحصل. قلنا 5 دقايق والدنيا هترجع زي ما كانت، ومصطفى محمد يخش هو في العمق ومحمد صلاح يرجع على الطرف تاني.
ما حصلش. فضل محمد صلاح بيلعب في قلب الملعب ومصطفى محمد، تخيلوا مصطفى محمد بيلعب على الطرف قدام ايه بقى، المفروض قدام احمد توفيق قبل ما يخرج الاصابه، وبعد كده بقى قدام محمد عبد المنعم اللي هو لسه صغير ولسه يعني خبراته الدوليه تقريبا صفر. جبهة الجبهة اليمنى لمنتخب مصر تم فعل كل شيء فيها النهاردة، كل حاجة اتعملت فيها. يعني طبعا وانا قلت لكم قبل المباراة اخطر لاعب للمنتخب النيجيري هيكون موسيس سايمون لاعب نادي نانت الفرنسي، وقلت لكم نفاسة سريع بضرق يعني بطريقة زايدة على اللزوم، يعني زيادة عارف انت اللي هو ايه، يعني تفتح معاه سبرينت انت ما بتجيبوش ما بتشوفوش، سريع جدا. وشفنا طبعا الكرة اللي سرقها من ورا دفاع منتخب مصر اكتر من مرة من الجبهة اليسرى، هو الجديد بس ان هو لعب النهاردة عشان ما لعبش على اليمين. فواضح جدا ان منتخب نيجيريا وجهاز الفني منتخب النيجيري ارى لعبنا بشكل جيد ونظم اموره ونظم خطته بطريقة كويسة. بمرور الوقت نيجيريا بدأت تفهم ان احنا عندنا ازمة صانع العاب، واضح جدا ان احنا واحنا بمرور الدقايق مش عارفين نخرج بالكوره، والمنتخب النيجيري شايف ان احنا كل همنا ان احنا العب الكره لصلاح بشكل عشوائي، مش العب لصلاح بتاع كوبر، عشان تاني الناس ما بيحبوش هيكتور كوبر. انا من الناس اللي اشاد بفتره هيكتور كوبر مع منتخب مصر، ايام هيكتور كوبر كنا بنلعب الكره لصلاح ضمن تكتيك مدروس ومتحفظ وسليم، عشان كده كنا بنكسب بيه سواء عن طريق عبد الله السعيد او طريق حامد. ساعتها طريق حامد كان بيلعب الكروس لوب الطويل دايما كان بيعمله هو لمحمد صلاح او عبد الله السعيد. النهارده احنا بنلعب الكره الطوليه لمحمد صلاح عشان احنا مضغوطين، عشان انت ما عندكش مساحه تمرير. الازمه الثانيه اللي واضح جدا المنتخب النيجيري شافها ان الثلاثه بتوع خط وسط ملعب مصر، بتكلم على حمدي فتحي والنني وتريزيجي، الثلاثه ما بينزلوش عشان ياخدوا الكوره، كله بيطلع لقدام ومش متحمل مسؤوليه استلام الكوره ونقل الهجمه من ورا لقدام. النني بدا يعملها، وبدا مع مرور الوقت لما فشلنا كذا مره ان احنا نبني هجمه، قعدنا بتاع حوالي 25 دقيقة مش عارفين نطلع بالكورة من نص ملعبنا نص ملعب نيجيريا، بدأ النني ياخد الجراءة وينزل حاول ياخد الفرقة من ورا قدام. بس النني دي مهارة مش بتاعته، الاستلام والتسليم والتمرير البيني مش عند النني، مش بتاعته. فالهجمات كانت بتبني بشكل تقليدي ونمطي جدا، بمعنى النني كان بينزل وكان فتوح يفتح له على الجبهة يروح مديله الكرة وخلاص ويخلص منها. مفيش عامل مفاجأة، مفيش تاكتيك، مفيش سرقة مدافعين، مفيش حد بيعمل سكرينينج لزميله، مفيش اي حاجة. احنا مش متدربين على اي شيء، احنا نازلين يعني والله زمان يا سلاحي، احنا بطولنا ويا جماعة اللي يقدر يعمل حاجة يعملها وربنا يوفقه. مفيش اي تاكتيك، والراجل واقف على الخط بالظبط بيتفرج على الماتش في جروه زي ما احنا قاعدين بنتفرج على الماتش هنا في المهندسين، ما بيعملش اي حاجه، واقف ولا في تعليمات، بالعقل بالعقل. محمد صلاح انت حاطه في العمق ايا كان السبب، ايا كان السبب. حتى لو قلنا ان محمد صلاح ما بيحبش يلعب على الطرف عن منتخب مصر موضوع الدفاع، طيب لما نحط واحد على الطرف يرجع يدافع مع الفول باك، هي مصطفى محمد مش بتكلمش على الهجوم طبعا، يعني حته الهجوم دي هنقعد نتكلم فيها كتير، لكن انا بتكلم في الشق الثاني الشق الدفاعي. هل انت متوقع مصطفى محمد هيمسك الخط واللاين يقعد يدافع مع الفول باك؟ جبتها منين دي؟ ده مين دي؟ ده مين اللي افتى بهذه الفتوى ليك يا؟ طيب 45 دقيقه انت شايف ان الفكره دي فاشله، ما بتغيرهاش ليه؟ يعني ده حتى يقول لك لو انت فضلت تعمل نفس الشيء وتنتظر نتائج مختلفه يبقى انت هنا عندك ازمه، في ازمه، ما هي مش ماشيه. وحاجه تانية، هي مش ماشيه لان هي فيها عدم توفيق، هي مش ماشيه لانها فكره فاشله. هي مش ماشيه عشان هي يعني حظك وحش، لا هي فكره فاشله اصلا.
الفكرة انت بتحاول تطبقها في الملعب دي فكرة فاشلة، ما ينفعش. انت مش عايز تلعب مصطفى محمد سترايكر وعايز تحط محمد صلاح او مرموش، يبقى تنزل زيزو من البداية. وتريزيجيه اصلا في نص الملعب كانت فكرة فاشلة. ليه؟ زي ما قلت لكم تريزيجيه راجع من اصابة من فترة طويلة، ما لعبش مع استون فيلا غير كبديل لمدة 10 أو ربع ساعة في الدوري في اخر مباراة. طيب عشان النهاردة تديله مركز اساسي في مباراة افتتاحية في كاس الامم الافريقية وهو مصاب وعنده خوف، وبتلعبه كمان في ماتش بدني، منتخب النيجيري البداية عمال يبرس بطريقة وعمالين يضغطوا بطريقة قوية جدا، صعب صعب. فتريزيجيه ملقاش نفسه في كورة، في كورة اللي النني وتريزيجيه، النني يعني كان واضح انه بيزعل لتريزيجيه وتريزيجيه شاور له كده يعني بإشارة هو يعني ايه ما تلعبه خلاص، كانت اعتقد في الشوط التاني. النني بالظبط واقف هنا استلم الكرة من احمد حجازي وشايف حمدي فتحي بيفتح له على الشمال، فالطبيعي ان حمدي فتحي ما دام راح للشمال يبقى تريزيجيه يروح لليمين. ليه؟ عشان يديله اوبشن تمرير، وفعلا تريزيجيه التمريره له كانت سهله جدا لو هو سحب نفسه ودخل هنا هو في الحته دي. تريزيجيه بطبعه عامل ايه؟ راح واخد نفسه وداخل هوب جاري للناحيه اللي واقف فيها حمدي فتحي. فتريزيجيه فنني بص له هو انت بتعمل ايه؟ ما الدنيا فاضيه اهي. فده المشاهد دي بتاكد لك ايه؟ بتاكد لك الناس دي مش متدربه على شيء. الناس دي مش متدربه على حاجه. محدش تدربهم على الشيء. التمرينه ممكن تبقى شويه اطالات على تقسيم ما بين فرقتين، مفيش اي شغل اتعمل فعلي يقول لك ان الناس دي راحه تعمل شيء معين او هدف محدد. الناس دي بتلعب بمهاراتها الفرديه فقط. بس فضلنا بالمنظر ده، ونيجيريا طبعا قدرت انها تجيب الهدف. إناتشو طبعا استغل، طبعا الحمد لله ان احنا في الشوط الاول ده خرجنا خسرانين 1-0 بس من هذا الكم من الهجمات اللي اتيحت للمنتخب النيجيري. ما شملناش نفسنا غير لما زيزو نزل. زيزو لما نزل ادى متنفس للمنتخب المصري. ليه؟ لان واحد عارف واجبات مركزه. وحتى زيزو لما نزل الضغط على الجبهة اليمنى لمنتخب مصر قل كتير. ليه؟ لأن زيزو دفاعيا قوي فبدأ يرجع للدفاع. طيب إضافة لده نيجيريا بتحاول تحافظ على الهدف وما جابتش ما يعني ما عملتش الجون بجون تاني، فأنت عندك مساحة إنك تقدر تجيب التعادل. أخرج بتعادل يعني، لو خرجت بتعادل الناس هتنسالك بقى كل القرف اللي شفناه ده بصراحة. ومع ذلك الراجل سايب محمد شريف للدقيقة 89 بيخرج مصطفى محمد راس الحربة الوحيد اللي عنده كان في الملعب وبيلعب كرة طولية وبيلعب كرة عرضية. كمية حاجات ملهاش علاقة ببعض حصلت فعلا غريبة، يعني غريبة. فضلنا ماشيين بالمنظر ده، وطبعا محمد شريف نزل في الدقيقة 89 وطبعا كان من الصعب جدا ان احنا نقدر نرجع في الماتش لان فعلا مش حقنا. احنا بصراحة مش حقنا ناخد نقطة حتى. انا اعتقد الانتصار الكبير لينا في الماتش ده ان احنا خسرنا 1-0 بس. كنا ممكن النهاردة نخرج خسرانين بسكور ولا يعني بكم الهجمات المنتخب النيجيري ضيعها، سواء في الكورة اللي جت في العارضة او الكورة اللي شالها محمد الشناوي في نهاية المباراة، او حتى كم الكرات العرضية اللي اتلعب علينا من بداية اللقاء ومرورا طبعا وصولا للشوط الثاني. فتاني كل اللي انا عايز اشوف كيروش عمل ايه، فعلا ما عملش حاجة بكل زي ما الامان. انا قبل اللايف واحنا بندردش وبقول لكم ان الناس يعني إن بعض يعني الناس وانا منهم طبعا انتقدنا كيروش جامد في كاس العرب. هو فعلا ما عملش حاجة الامان، هو فعلا مش حاجه. الراجل واضح ان هو في نهايه مشواره، في نهايه مشواره وبياكل عيش بكل امان. الراجل في نهايه مشواره التدريبي مع كره القدم وخد قرار انه ياكل عيش. يعني هاكل عيش يعني خلاص دي اخر تجربه ليا، و
ببساطه انتوا عندكم هدفين، عندكم كاس امم وعندكم مونديال. المونديال من ماتشين، لو انا ببساطه لعبت السنغال او الجزائر او ايفن كمان المغرب وحط معاها تونس، محدش هيزعل مني. ليه؟ هم انتوا اضعف منهم، انتوا امالكم وحيد لعبوا نيجيريا. وزي النهارده يعني تخيلوا المنتخب النيجيري اللي احنا لعبناه النهارده ده، احنا ممكن بنسبه مش قليله ممكن نلعبهم يعني ذهاب واياب في الدور النهائي للمرحله الاخيره لتصفيات المونديال. هل احنا لينا فرصه معاهم بالمنظر ده؟ بالمنظر اللي احنا شفناه ده لينا فرصه؟ لينا فرصه لو اشتغلنا صح. انما بشغل كيروش والجهاز الفني بيعملوه ده، بصراحه الامانه انا ما اعتقدش ان احنا هيبقى عندنا اي مساحه قدام نيجيريا. وخلي بالكم نيجيريا وتونس هم الافضل في الخماسي، يعني بتكلم على المونديال. طبعا كاس الامم لسه عندنا طبعا امل، خصوصا طبعا احنا المنتخبين الاخرين اللي معانا غينيا بيساو والسودان طبعا في المتناول تماما. احنا يا جماعه السودان يعني حدث ولا حرج، منتخب قائمته متواضعه للغايه، يعني الفريق اللي احنا واجهناه في كاس العرب القائمه بتاعته اقوى، اللي كسبناهم 4-0 قائمته اقوى من القائمه اللي موجوده في الكان. وغينيا بيساو الفريق المنتخب مضروب بكم اصابات من كورونا فظيعه، حتى هيلعبوا السودان بعد شويه وهم منقوصين من 7 لعيبه تقريبا منهم 5 اساسيين. فالموضوع سهل، بس خلاص انت كده رسمي في سكه الجزائر او كوت ديفوار دور 16. خلاص ده موضوع منتهي، انت مش هتاخد صلاه المجموعه، لان مستحيل غينيا بيساو او السودان ان هم يكسبوا نيجيريا، فعلا امر اقرب الى المستحيل. يتبقى لينا حاجه واحده عايز اقولها في نهايه تحليل الماتش قبل ما اروح للكومنتات بتاع حضراتكم. هل ممكن نحسن الوضع؟ ممكن نحسن الوضع، ممكن، بس بشرط واحد ان الكابتن ضياء السيد ياخد صلاحيات فنيه مع كيروش، وكيروش بكل امانه يركن كرامته اللي مضايقاه دي من ساعه ما جه ويركنها كده، يحطها في الدرج قبل ما ينزل من بيته، ويتعامل بان هو معلوماته عن الفرقه دي صفر، لان هي فعلا معلوماته عن الفرقه دي صفر. ده الحل الوحيد لتحسين الاداء الفتره الجايه، غير كده انسوا الاداء ده هيتكرر لغايه التصفيات المونديال. في ناس النهارده كتيره كانت بعد الماتش من كم القرف اللي شافوه خلال المباراه، شيلوا الراجل ده، الراجل ده مش هيتشال اهو من الاخر اهو، الراجل ده ما ينفعش يتشال. ليه؟ عشان الشرط الجزائي في عقده قوي، شرط جزائي جامد 3 شهور، فمش هيتشال. طيب هنعمل ايه بقى؟ بقى لازم نستحمل. طب نستحمل ازاي؟ هنفضل عايشين بالقرف ده؟ لا، ممكن تقدر تعدل الامر، ولكن انك تحط له حد معاه يشاركوا القرار الفني، ما يبقاش القرار الفني بتاعه هو لوحده. ده في وجهه نظري الحل الوحيد لانقاذ ما يمكن انقاذه خلال الفتره الجايه من الكان، او وصولا لشهر مارس. طبعا احنا هنعرف منافس مصر ان شاء الله نهايه شهر يناير، وباذن الله هنلعب الماتشين بتوعنا في شهر مارس الجاي. غير كده كل سنه وانتم طيبين، مش هيبقى فيه ولا كان، ممكن نخرج من دور المجموعات تبقى فضيحه. لو احنا خرجنا من دور المجموعات في مجموعه فيها غينيا بيساو والسودان هتبقى فضيحه، يعني فضيحه كرويه لينا في حقنا قدام، مع رغم احنا معانا سكواد قوي جدا. وطبعا الماتشين بتوع المونديال دول نحمد ربنا ان احنا ما نطلعش فيهم مهزومين بفضيحه، لان طبعا المنتخبات كمان تركيزها في الجوله الاخيره لتصفيات المونديال بيبقى اكبر بكتير من التركيز في ماتشات الكان. ناخد بقى تعليقات الاصدقاء، واللي عايز يقول حاجه في نفسه يقولها، وهعمل استثناء وهسمح ببعض يعني الاستثناءات في الكومنتات، عشان انتوا طبعا عارف انتوا متنرفزين ومحروق دمكم، فمفيش مشكله، ولكن بس اهم حاجه تبقى الالفاظ يعني لائقه شويه عشان نقدر نقولها واحنا على الهوا مع حضراتكم. ويعني لا نملك ان احنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. اسامه يوسف بيقول لي السبوبه يا نجم. اوكي.
السيد فتحي بيقول لي قالها المذيع، نيجيريا كان 15 لاعب ومصر 7 لعيبه. ماتا جرجس بيقول لي يا كابتن انا عايز اعرف النني مكانه ايه في المنتخب. مكانه خط وسط، والنني كان النهارده واضح ان هو واخد تعليمات بان هو يستلم الكوره من نص ملعبنا ويطلع بيها. بس تاني تخيل ان انت عندك 3 لعيبه في الوسط، 3 لعيبه في الوسط، و3 لعيبه في الخط الهجومي، ال6 لعيبه ما بيظهروش لبعض، ما بيظهروش لبعض، مفيش اوبشنز تمرير، مفيش اوبشنز تمرير. يعني ايه مفيش اوبشنز تمرير؟ الراجل اهو، الراجل اهو ده اللي معاه الكوره، نزل استلم، ده طالع فاتح على الخط، وده طالع فاتح على الخط، تمام. المهاجمين بقى واقفين قدام. ده منظرنا، ومنتخب نيجيريا بيضغط علينا، وطالعين طبعا عاملين لك ستاره، عاملين لك بوكسنج اوت. فانت هنا الراجل ده عشان يمرر للناس دي هم كلهم مساحات التمرين مقفوله ليهم، هيعمل ايه؟ هيروح ببساطه عشان يخلص من الكوره وما تتقطعش منه وتتحول لهجمه مرتده، ويشيل هو الذنب ويشيل هو المسؤوليه، هوب ارمي البالونه واي حد قدام ياخدها. لو ما خدهاش ابقى انا كده خلصت من الكوره والحمد لله ما تسببتش في هجمه مرتده على المرمى بتاعنا، وابقى انا كده في امان. اي ببساطه ملخص الشوط الاول، وده في وجهه نظري اللي كان النني مزنوق فيه طول الماتش. كل حاجه، بصوا يا جماعه، علاقه خطه اللعب بالتكتك بالاختيار الاختيارات اللاعبين زي الدومينو، زي الدومينو بالظبط. لو كارت واحد وقع كله وقع، كل حاجه بتقع، كل اللي احنا فيه ده بسبب الفتية بتاعت محمد صلاح ومصطفى محمد. فتية مش ممكن، مش ممكن، يعني مش ممكن. قرار فني غبي لا يعني لا يمكن ان يوصف الا بانه قرار فني غبي، بالظبط زي القرار الفني الغبي بعدم اصطحاب طارق حامد من مدير فني بيلعب 4-3-3. مدير فني بيلعب ب3 في خط الوسط ما اختارش طارق حامد. مدير فني شايف ان، او احنا شايفين مشكله الفريق في اللاعب اللي ياخد اللاعب من ورا لقدام بيستبعد قفشه. انتوا متخيلين الغباء ده؟ غباء ده، واحد غبي. ليه؟ دي مش محتاجه غش، دي مش محتاجه غش، لان ببساطه كواحد بفهم كوره وواقف بتفرج على الماتشات حتى لو جهاز فني جديد، انا لسه فرقه جديده انا جاي عليها وكوره انا ما فهمش فيها، انا محتاج اقعد اتفرج على الناس دي كلها واحلل اداء اللاعبين بس، اقول ده بيعمل كذا ده بيعمل كذا، والمساعدين بيفهموني كمان. انا ما عنديش اصلا بلاي ميكرز. طب بالعقل اهو، انت واخد عبد الله السعيد صح وفضلته على مجدي قفشه صح، اوكي. النهارده ماتش نيجيريا اهم ماتش في المجموعه صح، عبد الله السعيد ملوش دقيقه، عبد الله السعيد ملوش دقيقه، منزل محمد شريف في دقيقه 89، تعمل بيه ايه؟ منزله 5 دقائق يعمل ايه؟ منتظر منه ايه؟ خدت رمضان صبح خدته ليه؟ عشان لعيب سكيلر، يبقى انت مش متابع، انت حافظ مش فاهم، انت حافظ مش فاهم، اتغششت غلط. لان رمضان صبحي من ساعه ما رجع من انجلترا والكتله العضليه في جسمه زادت ما بقاش لعيب سكيلر، بقى لعيب دريبلر. النهارده ببساطه الكوره الوحيده اللي حاول يجري بيها كان عايز يعمل ايه؟ زق الكوره وعايز يخش بجسمه. لعيب نيجيريا عمل ايه؟ حط له جسمه وخد منه الكوره ورجع بيها تاني. بس رمضان صبحي ما بقاش لعيب مهاري، خلاص باظت. راجل راح انجلترا جسمه مرن، عضلاته مرنه، رجع بادي بيلدينج، خلاص ما بقاش ينفع. انت مش شايف ده يبقى انت عندك ازمه، في ازمه في عينك. ما مين اللي هيفهمك؟ تاني افتكروا الكلمه دي، واحد مؤمن بطريقه 4-3-3 ما خدش طارق حامد. ازاي؟ فيعني ده الوضع اللي احنا فيه، وللاسف يعني فعلا احنا في زنقه، احنا فعلا في زنقه. اتحاد الكوره عشان يفسخ عقد الراجل ده هيكوع مبلغ وقدره، هيدفع مبلغ جامد. والحل البديل انك تستحمل قرفه، وبالتالي انا في وجهه نظري عشان نستحمل قرف الراجل ده لازم يتعين له حد يشاركه القرار الفني، ما يتسابلوش
او هقولها بكل صراحه اهو، الراجل ده يا جماعه لازم يتم التعامل معاه ان هو راجل عجوز عنده 70 سنه، ما ينفعش يعيش لوحده، ما ينفعش يتساب لقراره لوحده، عقليا عقليا مش هياخد قرار صح، كل قراراته اللي بياخدها غلط كلها من ساعه كاس العرب. انا اكتر واحد انتقدت كيروش سواء في يلا كورة او في قناة النادي الاهلي او حتى على الاذاعات، راجل وصل بيه الحال ان هو مش عارف ياخد قرار صح وما عندوش كمان، خلي بالكم تاني الراجل طبعا عشان هو سنه كبير ما عندوش صبر انه يسمع ناس اللي حواليه، ليه؟ عشان يبقى القرار بتاعه هو هيودينا في ده ببساطة. ف ايه الحل من الاخر عشان الناس تقول يا كريم الدنيا سودة انت سودتها في وشنا، ايه الحل؟ ايه المخرج؟ المخرج لازم ضياء السيد ياخد رول فني معاه في القرار، القرار مناصفة ما بيننا احنا الاثنين مش بتاعك انت لوحدك، عاجبك عاجبك مش عاجبك قدم مسألتك وامشي فتعكسها انت علي، بس مفيش حل تاني. عمر مكرم بيقول المنتخب ده محتاج راجل. يعني بص مش عايز ننزل من اللعيبه عشان اكون امين معاك، اللعيبه ما لهاش ذنب، انت النهارده كلاعب المنتخب النهارده كيروش بيقول لك انت كمصطفى محمد يا مصطفى عايز تلعب معايا اوكي العب على الطرف، هتقول له لا مش هلعب ده مش مركزي، هقول لك خلاص مش تيجي معايا المنتخب خالص. فاللاعب زي بالظبط اللي حصل مع مروان حمدي في كاس العرب، يا مروان انزل العب انت اساسي، مروان حمدي يقول له والله انا اسف محمد شريف احسن مني فنبي ننزله، ده مستحيل. فمروان حمدي مالوش ذنب، مصطفى محمد مالوش ذنب، النهارده تريزيجيه مالوش ذنب، حاضر انت شايفني في المركز ده هنزل العب، حاضر انا لعيب محترف ومنضبط والمنتخب الوطني عايزني هقول حاضر. ف جاي نصيحه ما تظلموش اللعيبه لان اللعيبه فعلا مش غلطانين في شيء. يوسف بيقول وائل جمعه هو سبب الخساره، طب يعني ايه وائل جمعه مدير كوره سبب الخساره في ايه؟ برضو اشرح لنا. ميدو محمود بيقولوا مين اللي وافق على الشرط الجزائي؟ ما هو مفيش مدرب بيمضي غير الشرط الجزائي يا ميدو، انت فاكر ايه؟ اي مدير فني في الدنيا بيحط شرط جزائي في العقد بتاعه، فطبيعي ده كل الناس بتعمل كده مش غلطه. عبد العال بيقول ولسه القادم احزن، اتفق معاك. محمد احمد بيقول الشناوي وحجازي وزيزو احسن لعيبه، انني كفايه عليه شرط الكابتنه الكبيره على صلاح، الكابتن مش دوره يسقفوا بس، ولا توجيه ولا اعتراض ولا حتى صوتك بيطلع. محمد محمود بيقول الصوت، يا ريت لو حد برضو عنده نفس المشكله يقول لنا، الناس كلها بتقول ان الصوت كويس. إقالة كروش ويجي حسام حسن ده محمد أبو صيفة، صعب صعب لأن برضه أنت عندك مشكلة تانية، المنتخب بالقايمة الحالية اللي فيه ومحمد صلاح هيبقى من الصعب يكون فيه مدرب وطني أو مدرب مصري، صعب جدا مفيش مدرب مصري. يعني خلينا نتكلم بصراحة، هتدي تعليمات لمحمد صلاح إزاي؟ يعني خلينا كان بامانه فعلا، مين المدرب المصري اللي انت شايف ان هو هيطلع يقول لمحمد صلاح انا بقى النهارده عايزك تعمل كذا وكذا وكذا على خلاف ما هو بياخد تعليمات من يورجن كلوب؟ فدي هتبقى صعبه شويه عشان تقدر تظبط غرفه الملابس وتبقى بتديرها بشكل جيد. يوسف بيقول مصر هتخسر قدام غينيا وهتكسب السودان وهتتاهل كاحسن ثالث. اوكي. وسام ابراهيم بيقول مدرب فاشل واختيارات فاشله. محمود صادق بيقول لابد من اقاله كيروش. ناس كتيره كاتبه مدرب فاشل. يوسف بيقول سبب الخساره هو جسام، اتمنى كنت انت بتهزر مش بتتكلم جد. استاذ اشرف رضا الفخراني بيقول وما لقناش غيرنا ياكل عيش على قفانا، منه لله. جنتل بيقول مصر اضعف من نيجيريا. لا احنا مش اضعف من نيجيريا طبعا، لا طبعا احنا ك ك ك كسكواد وكقائمه لعيبه لا طبعا احنا مش اضعف من نيجيريا. انت لو بصيت على كل مركز عندنا هتلاقي فيه كذا لاعب كويس، بخلاف طبعا هو ما ضمهمش. يعني انت الدفاع ثنائيه حجازي والونش ويكون بديل ليهم محمود علاء دفاع كويس، عندك على الشمال احمد فتوح وعلى اليمين اخر طفيق طبعا ربنا يشفيه برده دفاعات كويسه، في خط الوسط حدث ولا حرج انت اللي مختار طارق حامد، هو الراجل هو ما خدش طارق حامد، النني حمدي فتحي عمرو السيد طبعا برده مصاب،
انت ما اخترتش مجدي قفشه ومعاك محمد صلاح ومعاك عمر مرموش ومعاك تريزيجي، انت عايز توظف، ومعاك مصطفى محمد ومحمد شريف، عايز توظف، عايز توظف الناس دي. انا في وجهه نظري لا، احنا قائمه نيجيريا لا، ويمكن قائمتنا كمان اقوى من قائمه نيجيريا، بس هم متوظفين صح، هم بيشتغلوا صح، هم شغالين على مارجن صح، الفريم بتاعهم محطوط مرسوم صح، احنا ما بنشتغلش، احنا مش شغالين. الراجل في كاس العرب ساب الدنيا كلها ومسك في الحكم. النهارده لسه ما سمعتش المؤتمر الصحفي وما اعرفش طلع ايه المبرر اللي هو طلعه. فلا احنا قائمتنا كويسه، لكن المشكله عندنا ان للاسف حظنا وقعنا في مدير فني بينهي مشواره التدريبي معانا. ففي وجهه نظري ان هو هياكل عيش. نبوي عيسى بيقول لي يا جماعه الرؤيه باينه من كاس العرب، بس احنا ما بناخدش موعظه، ربنا يستر وما يبقاش مسخره الفرق. كيروش وبلاش تملوا الكروش وكفايه حرق الدم. عبد العزيز محمد بيقول عايزين زيزو يلعب اساس. طبعا ده هقول لكم حاجه، ده مثلا الماتش الجاي اللي هو يوم السبت ان شاء الله مع غينيا بيساو، اعتقد ابسط حاجه يعني واحد عنده قدر قليل من التفكير الماتش الجاي يلعب الناس على مكانها. يعني انت النهارده لاعب الناس على مكانها، حط زيزو على الطرف، عايز تستغنى عن عمر، عايز تستغنى عن مصطفى محمد انت حر، ولاعب محمد صلاح فولس ناين انت حر، لكن لازم تروح انت مأمن الطرفين بتوعك، لازم خط الوسط بتاعك يبقى مبني صح. العب 4 2 3 1، تخلى عن ايمانك ب 4 3 3 مش مهم، يعني افكارك اللي انت مؤمن بيها على المستوى الشخصي مش مهمه في 60 داهيه، المهم ان احنا نكسب، المهم نلعب كويس. عيب يبقى شكل منتخب مصر بالشكل ده. فمفروض الماتش الجاي يعني نشوف تعديلات ونشوف اختيارات افضل من الاختيارات اللي احنا شفناها النهارده. هاخد اخر تعليقين. كيروش اكد والله اللعيبه حلوه بس مفيش اداره خالص صح. يا جدعان عبد المنعم علي الفار بيقول يا جدعان حسام حسن يدرب المنتخب. وجهه نظرك وانا احترمها، بس تاني اشوف ان صعب في الوقت الحالي ان الاداره الفنيه للمنتخب ياخدها مدرب مصري. خليني اقول لكم مستر كيروش قال ايه بعد الماتش. كيروش بيقول ليس هناك سبب للاخفاق وسنتأهل للدور المقبل. الراجل واثق من نفسه قوي. اعترف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني منتخب مصر بسوء اداء الفريق مواجهة نيجيريا، مشيرا الى ان القادم سيكون افضل. وقال كيروش قال ايه بقى، في الشوط الاول كان اداء فقيرا للغايه، هذه هي الحقيقه، لم نكن موجودين في الشوط الاول وبدانا اللعب في الشوط الثاني، لم يكن هناك سبب لهذا الاخفاق والخساره امام نيجيريا. هو شايف ان ما كانش فيه سبب او مبرر للشكل ده، وان احنا كنا خايفين زياده على اللزوم، ده اللي انا فهمته من التصريح. وقال لسه عندنا ماتشين بست نقاط لازم نكسبهم، وهنلعب قدام السودان وغينيا المكسب وسنتاهل للدور القادم. ماشي. جيروش مدرب مدير فني فاشل بكل المقاييس. ده كلام مستر اوكسجين. وليد كيلاني بيقول يا جماعه الراجل ده لازم يقال النهارده. محمد ياسر بيقول مدرب فاشل، وايهاب بيقول بجد مش قادر افهم المدرب ده عايز ايه فعلا. وناس كتيره بتسال على طارق حامد ومجدي قفشه. في كل الاحوال خسرنا الماتش، حالنا سيء، محتاجين ثوره في الماتش الجاي من الاختيارات وتغيير طريقه اللعب والفنيات، محتاجين الشكل يبقى افضل، وتاني محتاجين زي ما قلت لكم في وجهه نظري الشخصيه من اتحاد الكوره النهارده انه ياخد قرار باعطاء ضياء السيد مهام فنيه ومسؤوليات فنيه مع كيروش، لازم يشاركوا في القرار. القرار ده ما اتخذش خلاص، يبقى كل مع كيروش اخرهم ان هم يدوا له نصيحه بس، لكن القرار بتاعه ويختار هو عايزه. وبالتالي لو فضل كيروش
بنفس العقلية. وتاني والله بجد والله بكل أمانة تعاملوا مع هذا الرجل إن هو راجل عجوز، ما ينفعش يساب لوحده في أي شيء. يعني أنا آسف والله، هو بيعدي الشارع لازم حد يكون ماسكه، ده ما يعرفش لوحده. ده بالظبط وضعنا في الإدارة الفنية للمنتخب، ما ينفعش تساب لوحده، لأن الراجل ببساطة تاني أهو بين كوتيشن بياكل عيش بس. شكرا جزيلا ليكم، كنت معكم وليد سعيد، وهارد لك لينا الخسارة المريرة. شكرا جزيلا.